Exercise 2, page 85. Number one, put right or wrong and correct the wrong statement. Number A. The square meter is a unit of measurement used to measure the perimeter. Taban wrong the square meter to measure the area. In number, the the unit of length be a meter decimeter centimeter centimeter square the decimeter is a unit of measurement used to measure the area the el area by decimeter square in el decimeter bus the unit of length okay yebqa taban wrong number c the millimeter is a unit of measurement used to measure the length millimeter bus unit of measure the length right millimeter square kanet unit of measure the area نمبر D area of square equals side length multiply by 4 طبعا wrong ده البريمتر perimeter هو اللي multiply by 4 انما ال area side length multiply by side length area of square side by side البريمتر perimeter هو اللي side by 4 نمبر اي e, area of rectangle whose length 2 decimeter and width 5 سنتيمتر is 100 سنتيمتر قبل ما أجيب الاريا convert decimeter into سنتيمتر أنا عندي different dimensions أو different unit يبقى 2 decimeter هعملها multiply by 10 من dc لسنتيمتر multiply 10 2 by 10 ب20 سنتيمتر دلوقتي الاريا of rectangle عبارة عن length multiply width يعني 20 multiply by 5 تديني 100 سنتيمتر square يبقى right هو كان مديني إن الـarea equal 100 cm2 number F area of square shaped piece of land of side length 3 km is 9 million m2 طب convert الأول from km to متر قبل ما أجيب الـarea من km ل m 1000 طبعاً الـkm هو الأكبر يبقى هعمل multiply by 1000 يبقى 3 كيلو equal 3 1000 متر طب نجيب الاريا بقى الاريا اوف السكوير سايد باي سايد يبقى 3000 باي 3000 3 باي 3 ب 9 و 3 0 و 3 0 هيبقوا 6 0 يعني 9 مليون متر سكوير زي ما هو كان مديني يبقى رايت نمبر 2 كومبليت 3 سنتيمتر ايكوال كام مليمتر نفتكر مع بعض كده ادي كل اليونتس اللي قدامي من كيلو لميتر لديسي لسنتي لملي من سنتي لملي في 10 طبعا من الكبير الصغير يبقى ملتبلاي by 10 يبقى 3 by 10 equals 30 اهو من سنتي اخر 2 units من الكبير للصغير multiply من سنتي الملي يبقى ملتبلاي طب من دي سي متر من دي سي متر في 10 يبقى ملتبلاي by 10. من الكبير الصغير ملتبلاي 10 يبقى 5 by 10 equals 50 يبقى احنا نفتكر مع بعض اليونتس ال ال دي معانا كده نكتبها حتى في الامتحان في درافت كده ولا حاجه عشان نبقى نفتكر عشان ما نكتبش حاجه غلط اوكي من كيلو لمتر 1000 هي الفكره كلها ان من كيلو لمتر 1000 والباقي كله 10 10 10 اوكي من كيلو لمتر 1000 يبقى 2 كيلو ايكوال 2000 اللي هي 2 ملتبلاي باي 1000 اوكي يبقى 2 باي 1000 ايكوال 2000 متر لما هاجي اعمل مثلا من متر لسنتي يبقى انا كده عديت تو ستيبس يبقى 10 و10 اللي هي 100 يبقى بزود تو زيروز من متر لملي مثلا انا بقول كل الافكار من متر لملي 10 10 10 يبقى 1000 ملتبلاي باي 1000 اوكي يبقى بزود هنا 3 زيروز نبقى فاهمين بس الفكره تبقى ماشيه ازاي 2 متر ايكوال كام سنتيمتر اهي جت من متر لسنتيمتر يبقى في عندي 2 زيروز يعني 100 يبقى ملتبلاي باي 100 50 ملي ايكوال كام سنتي من ملي لسنتي 10 1 ستيب خطوه واحده يبقى من الصغير الكبير ديفايد يبقى ال 50 divided by 10 في الديفيجن بكنسل زيروز يبقى زيرو هيروح مع الزيرو يبقى ايكوال 5 سنتيمتر يبقى في الملتبلاي بزود زيروز انما في الديفيجن بكنسل زيروز 850 سنتيمتر ايكوال كام ديسيمتر من سنتي لديسي يبقى one divide بقى ولا multiply. من الصغير للكبير يبقى divide. يبقى 850 divided 10 uh, divided equal طبعاً 0 هيروح مع 0 بقى equal 85 في division بنcancel 0 4200 mm equal كم dc meter من ميلي ل dc 2 steps 210 يعني 100 2 zeros يعني ok يبقى هعمل divided by 100 طبعاً يبقى cancel 2 zeros يتبقى 42 4200 ديفايدد 100 equal 42 8000 سنتيمتر equal كام مل كام متر من سنتيمتر تو ستبس يعني 100 اوكي okay? يعني تو زيروز يبقى ديفايدد 100 طبعا من سنتيمتر ديفايد من الصغير للكبير ديفايد يبقى 8000 ديفايدد 100 هتديني 80 6000 متر يكوال كام كيلو متر من متر لكيلو وان ستيب بس ب 1000 من الصغير للكبير ديفايد يبقى هعمل ديفايد باي 1000 يبقى هعمل ايه هنكنسل 3 زيروز يتبقى 6 6 كيلو متر اوكي في الديفيجن بكنسل زيروز في المالتيبيكيشن بعمل بزود طبعا زيرو ما بعمل ملتبلاي بزود زيروز هنا بقى من كيلو لمتر نفس الكلام، thousand بس بالمultiplication، يبقى ثري ملتبلاي thousand من الكبير للصغير من كيلو لمتر ملتبلاي، يبقى ثري ملتبلاي باي thousand ايكوال three thousand متر، من متر لديسي، one step بتن، يبقى ملتبلاي تن. ولا ملتبلاي 100 خلي بالنا بقى هي من متر سكوير انا هحلها الاول من متر لدي سي زي ما احنا متعودين يبقى ملتبلاي 10 طب سكوير يبقى هضاعف النمبر اوف زيروز يبقى هعمل ملتبلاي 10 ملتبلاي 10 اوكي لان انا عندي سكوير هنا اريا طب اجين من متر سكوير لسنتيمتر سكوير الاول من متر لسنتي نبص كده من متر لسنتي 2 ستيبس يعني 100 يبقى المفروض هعمل ملتبلاي 100 طب هنا بقى من متر سكوير لسنتيمتر سكوير يبقى باي 100 باي 100 بعمل دبلنج للايه للملتبليكيشن. يبقى الملتيبلاي هعمله مرتين لان انا عندي متر سكوير هاف كيلو متر سكوير ايكوال كام متر سكوير هاف الكيلو متر يبقى كاني هعمل هاف برضو زي ما هي بس ملتيبلاي من كيلو لمتر 1000 طب من كيلو متر سكوير لمتر سكوير 1000 باي 1000 يبقى انا بدل ما هعمل ملتيبلاي مره واحده by 1000 يبقى انا هعمل multiply 2 تايمز يبقى by 1000 by 1000 half a طبعا 500 يبقى 500 by 1000 تبقى 500000 27 متر سكوير يكوال كام دي سي متر سكوير من متر لدي سي الاول قبل سكوير من متر لدي سي 10 يبقى multiply by 10 طب من متر سكوير يبقى multiply 10 multiply 10 يبقى انا بكرر الملتبليكيشن 2 times multiply 10 multiply 10 او كاني هعمل multiply 100 يعني او كاني هزود 2 زيروز يبقى 2700 هنا من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير الأول من سنتيمتر بس لمتر بس من سنتيمتر تو steps يعني 100 طبعا بالديفيجن يبقى ديفايدد باي 100 من الصغير للكبير طب من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير يبقى divided by 100 divided by 100 يبقى أول مرة هكنسل 2 زيروز تاني مرة هكنسل كمان 2 زيروز يبقى كده شلنا 4 زيروز من متر سكوير لكيلو متر سكوير الأول من متر لكيلو من متر لكيلو divided by thousand من الصغير للكبير طب من متر سكوير لكيلو متر سكوير divided thousand divided thousand مرتين أوكي يبقى أول مرة هنكنسل 3 زيروز بعد كده هنكنسل كمان 3 زيروز يبقى كده شلنا كام زيرو 6 زيروز نمبر 4 put smaller than equal greater than number A 3 km or 300 meter الأول convert عشان يبقوا الاتنين زي بعض بالمتر convert from كيلو لمتر دي unit بس مش unit of area unit of length من كيلو لمتر by 1000 يبقى 3 by 1000 ب 3000 يا ترى 3000 متر ولا 300 متر أكيد 3000 متر هي اللي greater than 300 متر أوكي okay? نمبر B 8 ديسمتر و80 سنتيمتر تو دي فرونت يونتس يبقى كونفرت فروم ديسمتر تو سنتيمتر طبعا فروم ديسمتر تو سنتيمتر وان ستيب بكام ب10 يبقى multiply by باي 10 8 باي 10 ب80 يبقى 80 سنتيمتر دلوقتي 80 سنتيمتر اور 80 سنتيمتر يبقى ايكوال اوكي التو يونتس هنا ترا ايكوال نمبر 3 5000 مللي متر ولا okay? divide? طبعا, divide. Uh, 5 متر من مللي المتر 3 ديبس من مللي المتر 3 ستيبس يبقى 1000 اوكي ملتي ولا ديفايت طبعا ديفايت يبقى ال 5000 مللي متر هنعملها ديفايت هتديني 5 هيبقوا الاثنين ايكوال 7 كيلو متر 75000 سنتيمتر من كيلو لسنتي بصي معايا من كيلو لمتر 1000 من متر لديسي 10 من ديسي لسنتي 10 يبقى كده كام زيرو 10 10 و3 ويعني زيرو زيرو و3 زيروز 5 زيروز اوكي يبقى كاني هعمل ملتبلاي بلاي 100000 يبقى 7 كيلو متر ملتي بلاي 100000 هتديني 700000 نمبر اي the area of a square is smaller than or equal or greater than يا ترى من مين الأكبر the area of the square of side length 8 cm or the area of the rectangle whose dimensions 9 and 8 cm الأول نجيب ال area of the square كل ال dimensions بديهاني بالسنتيمتر فأنا على طول مش هعمل conversion هنا على طول هجيب ال area ال area of the square side by side يعني 8 by 8 equal 64 cm 2 طب ال area of the rectangle length by width يبقى 9 by 8 تديني 72 cm2 دلوقتي مين الأكبر 64 ولا 72 طبعا 72 هي الأكبر يبقى الـ area of the square smaller than the area of the rectangle the area of square side by side إنما الـ area of rectangle length multiply by width okay number F area of rectangle whose dimensions are 3 decimeter and 7 centimeter different units يبقى لازم أحول واحدة فيهم للتانية يبقى convert 3 ديسيمتر هخليها بالسنتيمتر بعمل multiply by 10 تديني 30 3 by 10 ب 30 كده بقى ال 2 dimension 30 و 7 سنتيمتر اوكي تبقى ال area of rectangle length by width يعني 30 by 7 ال length by width ال length تلعب 30 يبقى 30 by 7 هتديني 210 سنتيمتر سكوير اوكي طيب ال area of the square the area of square of side length half meter half meter بقد ايه ب 50 سنتيمتر اوكي okay, half meter 50 سنتيمتر يبقى area of the square side by side يعني 50 by 50 هتديني 2500 سنتيمتر سكوير يبقى مين الاكبر 210 ولا 2500 اكيد 2500 number 5 the figure is a rectangle whose dimensions are 9 and 6 centimeter. square of side length 4 cm is cut from it calculate the area of the remaining part كان ممكن يقول لي the shaded part انا افهم من إن الشادد shaded او الكالرد colored part هي ال remaining اللي اتبقت لان انا شلت ال square من ال rectangle يعني كأني جيت قصيت كان دي عندي على شكل ورقة وانا جيت قصيت الجزء اللي هو على شكل سكوير خلاص ما بقاش عندي سكوير انا سبتراكت شلت الايه الجزء اللي على شكل سكوير يبقى اتبقى الجزء اللي هو الكالرد اللي في Rectangle. يبقى أنا لازم أجيب الأريا كلها أوف ريكتانجل rectangle، والأريا أوف بعد كده هشيل السكوير من الريكتانجل يبقى subtract the area of square from the area of the rectangle، the small area from the great area، يبقى أول حاجة هجيب اريا أوف ذا rectangle، يبقى length by width يبقى equals 9 multiplied by 6, equals 54 سنتيمتر سكوير، فيها مشكلة؟ length by width، بكتب بس الرول. وال area of the square equal side by side مدينة side ب4 يبقى 4 by 4 equal 16 centimeter square أنا شلت ال area of the square from the area of the rectangle قصيت ال square ده وشلته يبقى ال remaining area هي 54 minus 16 تبقى be equal 38 centimeter square the colored area أو the shaded part كل الكلام ده معناه ايه؟ the remaining اللي اتبقى after subtract بعد ما شلنا ال square number five the figure is a rectangle whose dimension 9 cm and 6 cm a square of side length of 4 cm هي نفس المسألة بس بيقول لي calculate the perimeter of the remaining part ادي الجزء اللي هو الكالر او remaining part ال perimeter هو ال outer side lenses يبقى هنجيب ال outer side lenses ازاي هنعمل add لكل sides اللي موجودة يبقى 2 بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 3 بصوا معايا على الرسمه بلس 6 بلس 9 بلس 6 اوكي يبقى البريمتر هيطلع عندي ب 38 سنتيمتر يعني ايه بريمتر يعني الاوتر سايد لينس همشي مع الاوتر سايد لينس نمبر 7 the perimeter of square is 28 find the area اتفقنا في اغلب المسائل لو هو مش راسم لي فانا هرسم طبعا انا مش بتحاسب على الرسم الرسم ده بيبقى في درافت عشان بس افهم يبقى انا لازم ارسم سكوير وهكتب عليه سايد بريمتر اريا اوكي نشوف بقى هو مديني ايه في الثلاثه دول هو مديني البريمتر ب 28 وعايز الاريا طب هو مديني البريمتر ينفع من البريمتر اجيب الاريا لا ما ينفعش انما ينفع من البريمتر اجيب السايد سايد ايكوال بريمتر ديفايدد باي 4 okay, you buy 28 divided 40 dini, 7 active by the side, 80 by 7 centimeter. and this side, minus side, are of a given area, area equals side, multiply by side, yani 7, multiply by 7 equals 49 9 centimeter square. number 8, if the sum of the parameters of two squares is 48 centimeter, if the side length of one of them is 7, find the side length of the other square برضو حلينا مسألة شبه دي في الاكسرسايز اللي فات عشان نعرف نحل بنرسم اي تو سكويرز باي اي شكل واحد صغير واحد كبير الاتنين اطباق مش فارقه معايا اوكي وبكتب على كل سكوير dimensions او السايد والبريمتر area مثلا لو عندي area زي المساله واضح ان هي كلها على البريمتر فانا مش هكتب area طيب هو مديني سايد للفيرست square ومديني ال sum of the two perimeters ب 48 طب انا من ال side of the first square مش هقدر اجيب ال يبقى ال perimeter equal side by 4 يعني 7 by 4 تطلع ب 28 طيب عندي 1 perimeter ب 28 وال 2 perimeters مع بعض ب 48 يبقى perimeter 2 او perimeter of the second square هيبقى equal 48 minus 28 ما هو ال 2 perimeters بكام ب 48 يبقى السكند بريمتر هيبقى 48 ماينس 28 يعني ايكوالز 20 نكتب عليه 20 طب دلوقتي بقى عندي البريمتر اوف second square اعرف اجيب منه ذا سايد السايد عباره عن بريمتر divided باي 4 يبقى 20 divided باي 4 هتديني 5 سنتيمتر اوكي كده جبت كل الايه الداتا اللي عندي هو دلوقتي عايز ذا سم اوف ذير areas ابتدى بقى يجيب لي اريا ما كانش كاتب لي عن الاريا قبل كده

سنتيمتر سكوير The sum of two areas يبقى 49 plus 25 طالما عندي السايد أعرف أجيب كل حاجة طالما مديني السايد أو أنا جبت السايد أعرف أجيب بريمتر أعرف أجيب أريا فسهل عليا إن أجيب الأريا وبعد كده أعمل أد لل two areas اللي طالعة عندي Number 9 A rectangular shaped hole whose dimensions are 8 meter and 6 meter How many tiles are needed to tile this hole given that the side length of the required square shaped tile is 20 cm عايزين نحط سيراميك في الهول الفتحة اللي عندي دي مثلا هنعمل بيسين او حاجة Swimming بول يعني فعايزين نحط ايه تايل اللي هو نحط سيراميك مثلا معين احنا هنحط التايل ده فين Inside، ولا هنحطه في الاوتر الاوتر ده بنركب سور مثلا حوالين جنينه إنما نحطه inside يبقى دي مسألة perimeter ولا area؟ area inside يبقى area، outside perimeter، عشان نبقى فاهمين بس معاني الكلمات، أوكي؟ طيب، <applause> عندي الدايمنشن dimension بيس rectangular piece of land ديت مديهالي دي 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 كلها بالميتر، ومديني في الآخر الطايل بالسنتيمتر، طب الأول convert from meter لسنتيمتر عشان تسهل لي المسألة؟ يبقى ال 8 متر هعملها ملتبلاي 10 ملتبلاي uh, 100 سوري تبقى 800 سنتيمتر وال 6 متر هتبقى ملتبلاي 100 ب 600 سنتيمتر انا بس عملت كونفرت من متر لسنتيمتر اعرف اجيب ال area of the hole هتديني ايه ال area of the hole على شكل rectangle يبقى length multiply by width يبقى 800 by 600 هتديني 480,000 سنتيمتر سكوير اتفقنا ان دي مسألة area يبقى انا جبت ال area بتاعت ال piece of land اللي هي على شكل rectangle بالسنتيمتر سكوير طب نجيب الاريا of the tile السيراميكيه الواحدة بقى الاريا بتاعتها بكام هي على شكل سكوير والسايد of the ب20 يبقى 20 by 20 تبقى equals 400 سنتيمتر سكوير يبقى انا جبت كده 2 areas the area of the land and the area of the tile أوكي؟ طب انا عايزة أقسم قطعة الارض دي هحط فيها التايلز دي يبقى أنا عايزة أقسمها هحط فيها يا ترى كام تايل يبقى هقسمها يبقى هعمل ديفايد عشان أجيب النمبر number of tiles لازم أعمل ديفايد the first area اللي هي area of the whole divided by the area of the tile أوكي okay? يبقى هعمل 4000 أو 480000 hundred eighty thousand divided by four هتديني 1200 thousand tiles اوكي؟ okay. يبقى انا قسمت الهول دي او الفتحة دي لايه؟ لمجموعة تايلز يبقى انا لازم اعمل division the first area او the biggest area divided the smallest area